تشهد الموصل منذ انتهاء الأعمال الحربية ودحر تنظيم داعش منها حالة من انعدام الخدمات، وأبرز هذه الخدمات المنعدمة نجد الكهرباء الوطنية، حيث نادى المواطنون بتنظيم عمل المولدات الأهلية ودعمها لتغطية النقص في انعدام الكهرباء الوطنية. غير أن ما قامت به الحكومة المحلية مؤخراً من تشكيلها للجنة المولدات وبداية تنظيم هذا العمل أثار لغطاً كثيراً بين مؤيد ومندد بقرارات هذه اللجنة. فما هي أبرز هذه القرارات؟ وما هي آراء أصحاب المولدات فيها؟ وما مدى رضا المواطنين عليها؟ كيف كان عملكم قبل فرض نظام العدادات؟ كان اشتغل شغلين، سكني وتجاري. اللي يحب يشتغل تجاري يشتغل، كل يحب سكني سكني. عادي يعني ما بي اختلاف عن هذا. والله قبل احسن من هسه على العداد. يعني تجي تسعيرة ثابتة انه مثلا 5-6، يعني المواطن احسن له يعني من العداد. اكو مواطن ينضر بالعداد انه ما يريد مثلا صباحي او ليلي. كيف يمكن ان تقيم لنا عمل لجنة المولدات؟ لجنة المولدات عملها حاليا جيد جدا. ليش؟ لان المواطن او صاحب المولدة الان يجي اكثر من يعني اكثر وقت يتأخر ادنى الكتاب ماله ماكو اكثر من 10 دقائق. لأن أي مواطن يجينا خلال دقائق ينجز الكتاب ويصدر ويسلم باليد. كيف تقيمون عمل لجنة المولدات؟ حقيقة عمل لجنة المولدات عمل جيد، بشرط أن يتم الجانب الرقابي، يتم الاستمرار على عمل المولدات، وخاصة بعد وضع العدادات لهم ومراقبة هذه العدادات على فترات زمنية متواصلة بدون انقطاع. أي المراقبة يجب أن تكون جيدة ضمن لجنة المولدات. المواطن الموصلي يشعر اليوم بالاستياء من عمل لجنة المولدات، هل عندكم علم بهذا الأمر وهل تسعون لتحسين الخدمات؟ بالعكس، يعني أنا حسب ما على الفيسبوك والاتصالات والأصدقاء والناس اللي تلتقي معاي بالشارع، يعني أشوف حيل راضين ومرتاحين على عمل لجنة المولدات. وأولا تعرف تشغيل 24 ساعة اللي هو من النظام السابق، ما الموصل ما جاء تشغيل كهرباء 24 ساعة، والعداد هم كذلك هم نفس الشيء. يعني اللجان السابقة يعني ايش قد حاولوا يفرضون العداد وما حطاش فرض العداد. عمل لجنة المولدات طبعا نرى ان شاء الله عمل متواصل مع المولدات، ونرى عملهم انه نتمنى ان يصبوا في مصلحة المواطن. والله اخي عمل اللجنة بتقوم بعمل مستمر ودؤوب، بس للأسف الشديد انه أهل المولدات ما يلتزمون. نعم. يعني هاي المسألة نعاني منها كثير. يعني من الصعب السيطرة عليهم؟ من الصعب السيطرة عليهم، نعم. هل أصحاب المولدات ملتزمون بالقرارات التي اتخذتموها؟ كيف؟ 98%، 99% تقريباً ملتزمين، والمخالفين قليلين جداً. صراحة لجنة عمل المولدات لمسنا أثرها في المرحلة الأخيرة، خاصة بعد تحرير الموصل من داعش الإرهابي. نعم. نراها تتكاتف مع المواطن ومع لجنة المولدات ومع أهل وأصحاب المولدات، خاصة بعد التحرير. فوجدنا أثرها صراحة، خاصة بعد وضع العدادات ونموذج التسعيرة الجديدة وتنظيم العمل. نأمل منهم أن يكون هذا العمل متطور بعد أكثر، وتواصل مع المواطن بعد أكثر، ومع لجنة مع أصحاب المولدات بعد أكثر، في مصلحة، في أهم غاية تصب في مصلحة المواطن ولا تضر في مصلحة صاحب المولدة.
حدثنا عن أهم القرارات التي اتخذتموها أخيرا. القرارات الأخيرة يعني احنا تعرف أهم فترة كلش قليلة احنا من استلمنا لجنة المولد، أهمها التشغيل 24 ساعة وعلى العداد، أهم قرارين هي هذه كانت. تنفيذ هذه القرارات ابتدأ من أي يوم؟ من 1/8. من 1/8. ما هو عملكم في دائرة المنتوجات النفطية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحية لك وتحية لكادر المصلية. حقيقة نحن أعضاء مجلس المحافظة، هي الرقيب على كل الدوائر في المحافظة. عملنا هو تشريعي رقابي، بمعنى على الرقابة على عمل الدوائر. حتى نراقب الدوائر يجب أن يكون لدينا معلومات على عمل هذه الدوائر وآليات التي يعمل بهذه الدوائر، ونتفق على آليات بحيث هذه الآلية يخدم المحافظة ويكون يتحول حال المحافظة إلى حال يكون أفضل وأحسن. وإذا كان هناك معوقات، تأكيداً أن هناك معوقات في عمل أي دائرة، يجب أن نضع حلول لهذه المعوقات مع المدير والتنسيق مع المدير، لا أن يكون زيارات إلى دوائر الدولة فقط لنقد المدراء ونقل مشاكل إلى أروقة مجلس المحافظة. أنا أعتقد هذا الشيء كرأي شخصي يكون خاطئ. على اللجان زيارة الدوائر، زيارة المدراء لإيجاد حلول للمعوقات الذي يعيق عمل هذه الدوائر. ماذا بشأن العدادات الإلكترونية وربط العداد؟ هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الأمر؟ العداد قرار لا رجع فيه، ولا يمكن التلاعب فيه بالمواصفات اللي احنا وضعناها. أكو أصحاب مولدات جايبين عدادات يعني من نوعيات رديئة أو يمكن التلاعب بها. ما هي الإجراء؟ ماذا فعلتم كإجراءات؟ احنا اللي عنا وجد اي تلاعب عنده أدنى غرامات مالية عن طريق السيد القائم مقام من 500,000 الى 1,000,000، واي واحد نوجد تلاعب غرامات اولى وثانية وثالثة رابعة نرفع المولدة ماله. كيف هي طريقة العمل الآن وكيفية تشغيل هذه العدادات؟ العداد هنا كل شهر يسوي بسعر، إذا شغلنا 200 سوى 45 دينار، شغلنا هالشهر 300 ساعة شغل سوى 40 دينار 40.8، يعني ما عنده ساعة ثابتة، السعر ثابت ما عنده. وإذا ماكو وطني يطفي السراحات قلل، وإذا كو وطني لا تطفي السراحات. ناس مناسبة عليها وناس ما مناسبة عليها. ليش؟ ليش؟ أكو ناس تريد يعني النظام العادي، وأكو ناس تريد نظام العدادات. شنو الفرق؟ الفرق أصلا بالعدادات يضمن حق المواطن. نعم، حق المضمون يضمن حق المواطن. الساعة العدادات يعني هم ما يريدون يضمنون حق المواطن؟ ما أكو ما على ما يضمنون حق المواطن. أكو مواطن ما يقدر يدفع 9 أو 8 أو الأجور، يعني ما أجور ما هذه. أكو يقول لك أنا من أرجع العادي خوش أدفع 5,000 بيه باب جواب. والله يعني شقد شقد يطفي الوطني، شقد العداد شغل مويه، شقد العداد يمشي يعد. هل تم فعلا زيادة الحصة المقررة للمولدات بعد ربط العداد؟ لا، لن يكون هناك زيادة بسبب العداد. إن كان هناك زيادة في حصة المولدات باعتماد على يكون على داتا او المعلومات التي تعطي داتا الكهرباء، سواء كان كهرباء الاطراف او كهرباء المركز، الى داتا المنتجات النفطيه، ومن ثم الى داتا التجهيز وما هم يرون مناسب. اذا كان هناك طلب من المحافظ وداتا المنتجات النفطيه وكل متفق على زياده حصه المولدات، طبيعي يكون هناك زياده. اما بالنسبه للعداد،
ليس له علاقة بتخصيص الحصة. ما رأيكم بالإجراءات الأخيرة للجنة المولدات خاصة منها عملية وضع العداد؟ وضع العداد طبعا هذه وضع العداد هو هذا اللي احنا نتمناه انه يكون ينجح وضع العداد، انه العداد طبعا يحافظ لنا على كيفية واستمرارية العدد الساعات الكهربية بشكل نظامي، زائدا استهلاك المولدات لمدى استهلاك الوقود. أرى وضع العدادات هي عملية مصيفة في حقيقة، منصفة في نظر المواطن ولصاحب المولدة. من وضع العدادات من الإجراءات المهمة كون هي تعتبر دور رقابي على المولدة وتشغيلها بعدد ساعات المحددة ضمن المنطقة، وإضافة بأنه يجب معرفة عدد الساعات لكل منطقة وعدد الساعات التشغيلية لكي يحدد السعر الجيد والسعر الدقيق لكل منطقة بمنطقتها. والله أخي هذه فكرة العداد فكرة ناجحة جدا، ونتمنى أنه تستمر وتتفعل بصورة صحيحة. ما هي إيجابيات وسلبيات هذه العدادات؟ والله العدادات يعني صارت زينة وما زينة. زين على المشترك التجاري، والما زين على الرجال ما عنده يعني الشغل يوم بيوم، يعني عدادة صار يطلع ب 12,000 وما عنده، ما يشترك تجاري يقول لك ما يدنا الليل وما يد بالنهار. يعني ما بيها سلبيات وإيجابيات، يعني عادي، هي فشغلت عادي، ضمان حق المواطن. يعني ايش قد تشغل له كفترة التشغيل ماله، يعد الساعات، يطلع العدد ماله، ياخذ حقه وياخذ حقنا. والله أكثر شيء سلبيات يعني على المواطن منضر بيه. تلافياً لهذا الأمر، لماذا لم تقوموا بتحديد نوعية العداد الذي يتوجب على صاحب المولدة جلبه؟ نوعية عداد محددة وموحدة، حين ذاك كان بالإمكان أن لا تقعوا بهكذا مشاكل. احنا كلجنة هندسية وضعنا مواصفات، ولو حددنا نوعية خاصة هي بدون ما نحدد نوعية خاصة اتهمونا بالاتفاق مع أصحاب المحلات بخصوص العدادات. فإحنا واجبنا كلجنة خلينا مواصفات، منين ما يشتري أبو المولد العداد خليه يشتري، بس ضمن المواصفات اللي إحنا خليناها. كم حددت التسعيرة النهائية للأمبير، ولماذا يتم تغيير هذه التسعيرة بين مولدة وأخرى؟ حددنا سعر الأمبير لهذا الشهر ب 40 دينار و 800 فلس. اختلاف الأسعار بين المولدات تعتمد على عدد تشغيل ساعات للعداد. يعني هذا الرقم يضرب في عدد ساعات التشغيل. هذا الرقم يضرب في عدد القراءة للعداد في كل مولدة، فتشوف أكو مولدة شغلت 3 ساعات وانت ساعة استراحة، أو 4 ساعات وساعة استراحة. أكو مولدات اشتغلت 7 ساعات 8 ساعات ما طلت استراحة، فما ممكن أن نساوي بين هاي المولدات، فكل واحد انطيناه على عدد ساعات التشغيل. ما رأيكم بالتسعيرة الجديدة المحددة للأمبير والبالغة 40 دينار و 800 فلس؟ حقيقة التسعيرة الجديدة هي تسعيرة جيدة باعتمادا على المناطق. في بعض المناطق يعني تسود بلديها البطالة والعوز بشكل عالي جدا والفقر، بهذه يجب أن يكون بهذه المناطق التوصية بتسعيرة أقل، مع مراعاة جماعة المولدات بإعطائهم تعويضات بزيادة كمية النفط لديهم حتى تكون بشكل متوازن، وأيضا مراعاة العوائل الفقيرة الموجودة خاصة في الجانب الأيمن والمنطقة القديمة. التسعيرة الجديدة تسعيرة نقول لا بأس بها، ولكنه نتمنى دائما أن تكون التسعيرة، إحنا ما نريد أبو المولد يتضرر، ولكنه نفس الوقت في حالة الفقر وفي حالة البطالة وفي حالة عدم توفر السيولة النقدية لدى أكثر المواطنين، إحنا نتمنى أنه يكون دائما التسعيرة تسعيرة جيدة للمواطن، نفس الوقت أبو المولد أيضا لا ينضر. بالنسبة للتسعيرة أخي، ما حد يلتزم بالتسعيرة من أصحاب المولدات. نعم. يعني أكو مولدات بأحياء، يعني أنطيك مثلا بحي العربي، ذاك الشهر الفات كان سعر الأمبير 6,000. نعم. المنطقة اللي بعدها 10,000. زين، وين دور بحسب ساعات التشغيل؟ حسب ساعات التشغيل، نفس التشغيل ونفس التوقيت خلال يعني 24 ساعة التشغيل، بس هذا يأخذ 6,000 6,500 وذاك يأخذ 10,000. في أي منطقة قلت؟ بحي العربي ذاك الشهر راح كان 6,500. نعم. منطقة القوصيات أخذوا 9,500. 9,500 9,500 لنفس الشهر. بنفس الشهر ونفس التوقيت ونفس التشغيل.
أرى هذه التسعيرة أعلى من التسعيرة اللي يمكن من الشهر السابق اللي كانت 39 دينار يمكن. نعم. أتصور التسعيرة شوية عالية، فأتصور لو يتفقون على تسعيرة معينة منصفة بالحق الاثنين المواطن صاحب المولدة تكون شوية أقل من هذا السعر الأمبير شوية يكون أحسن. هل تمت مراعاة أوضاع المواطنين بخصوص هذه التسعيرة، خصوصا وأن هناك الكثير ممن اشتكوا من غلائها؟ نعم، نحن للمناطق الفقيرة والعوائل الفقيرة والمتعففة طعناهم تشغيل مقطوع ب 5000 دينار من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية عشر ليلا، مقطوعة مع كل 4 ساعات استراحة ساعة، والتشغيل الثاني 24 ساعة على العداد. هل ترون أن هذه التسعيرة والبالغة 40 دينار 800 فلس للأمبير منصفة للمواطن، خاصة وأن الكثير منهم يشكون من البطالة والعوز والفقر؟ والله أخي بالنسبة للتسعيرة هي تسعيرة زينة إذا استمر معها كهرباء وطنية، أما إذا ما يستمر معها كهرباء وطنية فهم راح يصير عبء على المواطن، يعني راح يصير الأمبير 8000 أو 7000 دينار. زين اللي عنده مثلا 5 أمبيرات أو 4 أمبيرات وما عنده مصدر رزق، لا هي ال 40 ثابتة، ال 40 دينار للأمبير في عدد ساعات التشغيل، في عدد ساعات التشغيل. نعم. إذا تنضم وياها كهرباء وطنية، نعم، راح تقل ساعات التشغيل ابو المولده. كيف ستتعاملون مع ما اقرته لجنه المولدات بخصوص وضعها تسعيره ووقت محدد للعوائل الفقيره بالساحل الايمن بالذات؟ والله اي معاناه راح يصير مشاكل. ليش؟ راح يصير مشاكل كثيره. يعني راح يصير مشاكل كثيره. شلون تتوقع؟ يعني ما ناس تعترض، اعتراضات تصير كلش كثيره. نعم، يعني التسعيرة عالية مثلا قصدك؟ ما على التسعيرة، اكو ناس تقول لك انا اريد سكني ما اريد تجاري، فراح يصير بيها مشاكل. هذه الايمن يستاهل، يعني مركوبة مناطق مركوبة وما عندهم تعبانين يعني. نعم. اذا وقت محدد زين جيد، يعني ما اجبر المواطن انه على 24 ساعة، كيف المواطن هو الامكانية اللي يقدر عليها. ما مدى التنسيق بينكم وبين اصحاب المولدات؟ يعني أنا أعتقد علاقة جيدة جدا، كان هناك كان الإعلام موجود طبعا، أكثر من 3-4 مرات جمع أصحاب المولدات إلى مجلس المحافظة بكل رحاب الصدر، استقبلناهم وحلينا مشاكلهم. واليوم أنا كرئيس نت الطاقة من خلال هذا سواء كان المنصب أو خلال منصب تشريفي طبعا، أنا عندي علاقة وطيدة جدا مع كل أصحاب المولدات، ومكاتبنا مكتب لجنة الطاقة مفتوحة لأصحاب المولدات لمناقشة مشاكلهم وحل مشاكلهم بقدر المستطاع في غرفة لجنة الطاقة، وإن لم يكن يستطيع هناك تنسيق بيننا وبين المحافظة بأن نستطيع حل مشاكل لجنة المولدات. أريد أنبه على شيء أو أركز على شيء، بأنه لا تتصورون بأنه أهل المولدات هم يعني كخصم للجنة الطاقة أو للجنة المولدات. كان وقفة هناك موقف للجنة لأصحاب المولدات في أيام التحرير، نخينا أهل المولدات بأن يشغلون المولدات مالهم بدون مقابل وبدون تعليمات وبدون حصص الغاز. فعلا أهل المولدات خلال أول شهرين بداية التحرير شغلوا المولدات، لأن هم أصبحوا جزء من الحكومة وعامل استقرار لهذه المحافظة. أي مكان أي محافظة عندما تحرر ويكون هناك كهرباء، الناس فيها يثق بأن هناك حكومة يكون هناك استقرار. إذن أصحاب المولدات هم جزء من الحكومة، هم عامل استقرار لنينوى، هم خدمهم أهل نينوى. نعم هناك مسيئين قد يكون، هناك خطأ هنا وهناك، لكن هذا لا يعم على الكل، على الحكومات كل الحكومات بأن ينظروا إلى أصحاب المولدات بأنهم هم جزء من الحكومة وعامل استقرار لتلك المحافظة وداعمين للحكومة. اليوم إذا كان هناك إطفاء مثلا لكل هذه المحافظة، ماذا يكون يعني الإجراء الذي إحنا نأخذه؟ إذا يكون إجراء جزائي. إذا على المحافظة على الحكومة التعامل مع أصحاب المولدات بأنهم هم من أبناء نينوى من أهل المحافظة وأيضا عامل استقرار وشركاء معنا في الحكومة. في بعض المناطق لا يلتزم أصحاب المولدات بالتسعيرة المخصصة من قبلكم. أي صاحب مولدة ما يلتزم بالتسعيرة نغرمه 500,000 ويعيد ما أخذه من زائد عن التسعيرة، وإذا ما التزم نسويها 1,000,000 ويعيد، وإذا ما التزم 2,000,000، وإذا ما التزم ترفع المولدة.
هذا الشرط أن يتصل المواطن بكم ويبلغكم عن عدم امتثال صاحب المولدة للتسعيرة. أكيد نحن يعني بتعاون مع المواطن. نعم نعم، هو المواطن يتصل والمخالفين يعطونا أسمائهم ونطلع عليهم، ده تفتيش دائم مستمر. هل أنتم كأصحاب مولدات راضون عن هذه التعليمات والقرارات التي وضعت من لجنة المولدات؟ احنا راضين، ما عندنا اي شيء، احنا راضين بالقرارات اللجنة، ايش طلع احنا ننفذ، بس يعطونا الغاز بصورة صحيحة زين واحنا نشتغل بنور الله ان شاء الله. احنا ما عندنا اعتراض، احنا ايش يصير تشغل، بس عندنا المنتوجات النفطية احنا عندنا اعتراض معها لان ما عاد تكفينا الحصص. نعم حصص عندنا ما عاد تكفينا. اي راضين. نعم. ما مدى التنسيق بينكم وبين لجنة المولدات خاصة في علاقة بالتعليمات المتعلقة بالتعليمات والقرارات التي وضعتها؟ يعني لدينا اليوم الحمد لله خلال هاي السنوات الماضية كلها كان ليس لدينا تشريع بهذا الخصوص، كان يعتمد على كراسة يسمى كراسة التحدي، وكراسة التحدي كان صادرة في وقت النظام البائد. كل هذه السنوات كان يعتمد على هذه الكراسة. خلال هذه السنة كان لدينا تشريع، وضعنا تشريع سمى تشريع تنظيم عمل المولدات، وتم المصادقة من قبل مجلس المحافظة لوضع هذه التعليمات اللي جنابك يذكرها من خلال يعني الغرامات، من خلال حقوق المولدات، من خلال الواجبات اللي على المولدات، وأيضا حقوق محفوظة بحقوق المواطنين، وأيضا العلاقة ما بين المجلس وما بين لجنة المولدات. هناك علاقة يعني وتنسيق مباشر خاصة بين لجنة الطاقة وبين المولدات، على فرض يعني لا يمكن أن هناك تسعير إذا ما يكون هناك رئيس لجنة رئيس لجنة الطاقة يكون مشرف على هذا الاجتماع. ثانيا عندنا في فقرة أيضا لا يمكن اختيار رئيس للجنة المولدات إلا يكون بالتنسيق مع رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة. لكن اليوم للأسف من خلال هذه البرنامج نقول بأنه سيد المحافظ نصب أو وضع هذا الشخص على رئيس لجنة المولدات بدون التنسيق مع مجلس المحافظة، ونحن بدورنا أيضا كتبنا كتابين بأنه هذا مخالف لهذا التشريع. لو كان قبل التشريع كان ممكن، لكن ما بعد التشريع هذا مخالف للتشريع الذي تشرعه مجلس المحافظة. لكن هناك التنسيق بيناتنا، نعم نعمل مع بعض، نعم كل القرارات هناك بالتشاور والتنسيق مع لجنة الطاقة الذي يمثل مجلس المحافظة. ما هي العقوبات التي وضعتها اللجنة لكل المخالفين لقراراتها؟ والله أكثر شيء غرامات مالية. نعم 500,000 ومليون. تبدأ من 500,000؟ إيه نعم. نعم ماكو أقل من 500. هل حددتم حصة كافية لأصحاب المولدة من الغاز وايل وكم قدرها؟ لا طبعا 5 لتر لكل واحد كيفي، وهي يعني حصة قليلة جدا جدا جدا، وما تمشي صاحب المولدة أسبوع، والثلاث أسابيع الباقية صاحب المولدة يشتري غاز وايل من تجاري. وحاولنا لماذا لا يتم تزويدنا؟ حاولنا احنا يعني نزيد الحصة إلى 20 لتر باستثناء محافظة نينوى، ولكن عدة محاولات باءت بالفشل، ولحدنا نحاول ونشوف بركة نحصل موافقة السيد الوزير. ما هي الحصة المقررة للمولدات من مادة النفط الأبيض؟ يعني أنا أعتقد أصبح لي أنا كأستاذ هاشم أكثر من 6 سنوات رئيس نت الطاقة، تخصيص حصة أو تحديد حصة للمولدات يعتمد على ساعات القطع لذلك الشهر، وايضا ليس صلاحيات مدير الفرع وليس صلاحيات مجلس المحافظه وليس حتى من المحافظه، تاتينا من هيئه التجهيز، يعني هي هيئه التجهيز. احنا كمجلس محافظه او كدائره المنتجات النفطيه مع دائره الكهرباء تعمل تقرير او جدول يرفع للوزاره، وهي التي تحدد ساعات يعني او حصه المولدات سواء كان 5 لترات او 10 لترات. هناك بعض الاشهر 5 لترات وهناك بعض الاشهر يكون 10 لترات، تخصيص يكون من هيئه التجهيز. هل تصلكم حصصكم من المنتوجات النفطيه بصفه بصوره منتظمه، وما تعليقكم على هذا الامر؟ الغاز ما يجينا بصوره صحيحه. انا اشغل ماكينتين 40,000 بالشهر،
هو يعطيني 5500 وما تكفيني 40000 لتر 40000 هو يعطيني 5000 دينار 5500 الكيفي 10000 10000 هي كنا قبل نستلم 25 لتر الكيفي. والله معاناة عندنا لدرجة بيها من المنتجات النفطية والحصص ما تكفي حصة ما تكفي فنقوم نحن نشتري من التجاري. والله هي بدها تجي مو كاملة يعني ما تكفيني الشهر كله يعني الحصة 5000 وأنا أصرف بالشهر 25-30000 لتر. إيه هل توجد شروط متخذة من المنتوجات النفطية لتوزيع مادة الغازوايل على المولدات وما هي هذه الشروط؟ طبعا شروطهم كان الموافقات الأصولية الذي يأخذها صاحب المولدة من المحافظة ويكون يعني يكون رسمية. الشرط الثاني كان هو الكفيل، كفيل أتت بعد تحرير نينوى وأيضا أعتقد التصريح الأمني حتى هذا إجراء أمني. ولو إحنا كلجنة الطاقة ومجلس المحافظة إحنا ضد الكفيل، إحنا ضد الكفيل وكتبنا عدة مرات لدائرة المنتجات النفطية. مشكور جهود أستاذ فلاح بهذا الخصوص، كان مساعد لكثير من هذه العملية سواء كان من التصريح الأمني أو كان الكفالة، لكن الكفالة أنا أعتقد بعد كتب اللي توجهت إلى دائرة المنتجات النفطية وهم أيضا بدورهم أيدهم كلامنا ورفعهم هذه الكتب إلى الوزارة، لكن أنا أعتقد هيئة التجهيز الغربية أو كان في الوزارة لن يقبلوا. في وقت من الأوقات تريثنا بهذه الأمر ونحن أيضا من خلال قناتكم نقول للوزارة بما أنه وزارة اتحادية لكن نحن نمثل أهلنا في نينوى بأنه هذه الكفالة يجب أن يلغى. محافظة نينوى اليوم محافظة مستقرة وعلى الجهات الأمنية هم يلاحقوا المسيئين، هم يلاحقوا الأشخاص الذين انتموا لهذا التنظيم الإرهابي وعليه يجب إلغاء الكفيل. أنا أعتقد حسب معلوماتي لحد الآن الكفالة ماشية في المنتجات النفطية، ولكن رأيي شخصي رأي مجلس المحافظة ضد الكفالة. ما هي الاستراتيجية المعتمدة بحق صاحب المولدة لكي يستلم حصته؟ يعني أنا أعتقد يعني هي مو الاستراتيجية ما هي الآلية يعني اللي تتبعها صاحب المولدة. تأكيدا صاحب المولدة يجب أن يكون عنده دفتر وقودي، دفتر مولدات هو من يعني يخلي مولدة في موقع معين، البلدية تحدد له الموقع، يقدم طلب للجنة المولدات ويحولون على البلدية يخصصون له موقع يسمون موقع المولدة وعدد المشتركين، وبعد ذلك القوة الحصانية الموجودة على محرك المولدة، عدد الامبيرات أو عدد الكيفي الذي تنتج هذه المولدة من التيار الكهربائي، لأنه النفط يخصص 5 لترات أو 10 لكل كيفي من التيار الكهربائي. إذا كان هناك مثلا 500 كيفي يضربها في 10 يصير 5000، إذا كان 250 اعتيادي يكون 2500. إذن الآلية المتبعة لتخصيص الغاز وايل للمولدة هو على عدد الكيفي، أما الآلية المتبعة هو الآلية يكون هي قانون، يعني يقدم يحصل على موافقات من المحافظة من البلدية، وبعد ذلك هاي الموافقات يحولها دائرة المنتجات النفطية. طبيعة الحال دائرة المنتجات النفطية لا تمانع أحد ب إذا كان عنده موافقات أصولية من المحافظة ومن البلدية اعتيادي يخصص له نفط من غاز وايل طبعا جميل. ليس نفط الأبيض. هل التجهيز الذي يأتيكم كافي وما هو قدره؟ الغاز ما يكفينا والله، قلت لك يعطينا 5000 لتر بالشهر، أنا أصرف 40000 بالشهر. 10 للكيفي الواحد ما سوى يعني ما سوى مرات يجينا. احنا أغلبيته نشتري تجاري وما تكفينا حصة 10 أيام تخلص. أغلبية التجاري احنا ناخذه. برأيكم هل هذه الحصة التي تجهز بها المولدات كافية لسد حاجة المولدة من المنتوجات النفطية؟ يعني في بعض الأوقات أعتقد كافية يكون منصف، وفي أوقات الصيف طبعا غبن على محافظة نينوى في كل الأمور حتى في حصة الكهرباء حتى في حصة البنزين. أنا أعتقد يعني في الصيف هناك غبن على المولدات بأنه مرات تأتي لترين ونصف للكيبي وهذا غبن. نعم في الصيف هناك غبن ونقص في حصة المولدات
ندعو من خلال قناتكم ومن خلال هذه القناة الموقرة بأنه يأخذ بنظر الاعتبار الحكومة الاتحادية بأنه نينوى ثاني أكبر محافظة في العراق، وأيضا تعرضت إلى دمار ولدينا قرار بمنكوبية محافظة نينوى بأن خلال فصل الصيف حتى خلال فصل الشتاء، لأنه يأتينا شتاء وأيضا يقلل حصة الكهرباء وأيضا يزيد عدد ساعات التشغيل للمولدات، وعليه يجب أن يكون هناك زيادة في حصة الغاز للمولدات. وصلتنا أخبار بأن هناك منظمة ستقوم بتزويد لجنة المولدات بعدد من المولدات، ما صحة هذا الخبر؟ نعم، أكو منظمة عرضت علينا أن تزودنا بـ20 مولدة 250 كي في. اسم المنظمة؟ للجانب تيكا. تيكا، وكالة تيكا. نعم، فللجانب الأيمن للمناطق الفقيرة والمتعففة، منطقة القديمة، بس نعم. كان شرطهم أن خفض سعر الأمبير، فاحنا مشكلتنا ما بالمولدة، اللي عيخفض او يرفع سعر الامبير هو برميل غاز وايل، سعر برميل الغاز وايل، يعني لساته الجبايات مع السعر الغالي سعر برميل غاز وايل هو هذا اللي يرفع السعر. نعم، لو يطلع الغاز وايل مجاني نعمل السعر مجاني. ف يعني من طرحت عليهم الموضوع انه خفض الامبير ما اعطيت اعطانا مولدات، لأن يعني تساطيت مولدة شخص ما يعطيك مجاني، زين الغاز اللي عجيبه ويصرفه فيصير خسارة بالنسبة لأبو المولدة. فأنا طلبت من عندهم أن نحول المولدات إلى غاز وايل حتى نخفض سعر الأمبير أو يكون مجاني، فرفضوا، لأن احنا دولة نفطية مع الأسف. ما هي أهم المشاكل التي تواجهكم مع المواطنين؟ مشاكل ما عندنا، مشاكل قليلة معنا احنا من المشاكل مع المواطن، بس اكو اعتراضات، ليش الامبير بهالقد طلع؟ ليش طلع القد هذه؟ الوطني يقولون مليح، والوطني ما مليح. تجي ايام مليح، تجي ايام ما مليح. ايه. فما ما ما يعني ما يأمنون بالعداد وما عداد، يعني طلع القد ولا طلع القد. هاي المعاناة اللي عندنا احنا منها. ما هي أهم المشاكل التي تواجهكم مع المواطنين؟ والله ماكو مشاكل، عادي يعني. أي مشاكل ما عندنا. هل هناك تعاون من المواطن معكم أم لا؟ والله تعاون، اكو ناس واكو ناس ما عنده تعاون. هل هناك تعاون من المواطن معكم ام لا؟ اكو تعاون ان شاء الله. احنا زينين وياهم وهم يصيرون احسن ان شاء الله. ما مدى تواصلكم مع اصحاب المولدات وكيف تقيمون درجه تعاونهم مع المواطن؟ حقيقه كل صاحب مولده له فكر واخلاق معينه يعكس صاحب المولده بشكل عام، وفي الغالب احنا جماعة المولدة اللي احكي لك على منطقتنا جيدة نوعا ما، تعاملهم جيد، مع بعض الاشخاص في بعض الاحيان يكون غير جيد، ولكن في الغالب جيد. هذا المفروض ايضا لجنة المولدات تتابع هذه الاشياء ضمن شكاوى المواطنين للحد من هذه الظاهرات اللي بعض الاحيان اصحاب المولدات قد يتجاوزونها. اصحاب المولدات طبعا تعاونهم مع المواطنين وتواصلهم مع المواطنين تواصل بحاجة الى تواصل اكثر، تواصلهم يعني ما بالشكل المطلوب، ما بالشكل اللي احنا نتمناه، انه يصل الى درجه جيده بعد اكثر من ريت. بالنسبه لاهل المولدات، اهل المولدات يعني متعاونين خلينا نقول 50% ويا المواطن اخي. نعم، وحسب المناطق، اكو مناطق ما تقدر تحكي ويا ابو المولده، واكو ابو مولده غير مناطق محترم. هو بيهم ناس محترمين، بيهم ناس وبيهم ناس مو محترمين. اي نعم، للاسف صح. يعني والله انا تعاوني مع صاحب المولده اللي قريب مني كلش جيد، يعني انا اتكلم بها بامانه، صاحب المولده الذي بجانبي متعاون معنا، متعاون بمساله العدادات، متعاون بمساله المبالغ، يعني متعاون. اما في بقيه المناطق لا استطيع ان اقيمها، يعني انا نعم. اقيم المولده القريبه مني. يعني المعوقات التي تعيق عمل كل العمل الحكومة المحلية هي الحكومة الاتحادية وعدم تعاونها بالشكل الذي نحن نطلبه أو نحن نتمناه كحكومة محلية. تمنينا بأن يكون هناك مبالغ إضافية، مبالغ طوارئ للمحافظة نينوى إضافة إلى الميزانية هذه المحافظة، حتى يكون لنينوى طفرة سواء كان من الإعمار، من البناء، من الحالة المعيشية التي يمر بها نينوى،
كل المعوقات الذي يدور في محافظة نينوى، وهي معوقات اقتصادية. لو كان هناك الحالة الاقتصادية أو في السوق انتعش السوق اقتصاديا، أنا أعتقد يكون محافظة نينوى أفضل المحافظات الباقية بحكم موقعها قربها من إقليم كردستان، حلقة وصل بين إقليم كردستان وبين المحافظات أخوان في الجنوب، وأيضا الخط الدولي الذي يربط بين العراق وتركيا والاتحاد الأوروبي، أعتقد خط دهوك موصل زاخو مثلا إلى ما تمر بتركيا، إذا كل تجارة أوروبا تمر بنينوى. لكن المعوقات الذي نراه بأنه ذكرت بأنه اقتصادية، لو كان هناك جدية من حكومة الاتحادية بنهوض بنينوى لعمرت هذه الجسور. نحن كمجلس محافظة يعني حتى نكون هذه اللقاء شاهد على كلامي، طالبنا وزارة الإعمار من خلال زيارة وزير البلديات أستاذ بنجين بأن يعمرنا الجسور الموجودة اليوم في المحافظة. فقط جسر الحديد لدينا كامل، كل الجسور الباقية مدمرة. اليوم محافظة نينوى 4 ملايين نسمة نعتمد على الجسر العسكري أو جسر في يم فندق أبراوي، يعني أعتقد جريمة بحق نينوى. إذا مشاكلنا مرتبطة بكل الوزارات، سواء كان وزارة النفط، سواء كان وزارة البلديات، حتى وزارة العدل اليوم حتى نطالب الاتحادية، حكومة الاتحادية زيادة عدد القضاة. اليوم عندنا معتقلين، المعتقل موجودنا أو الموقوفين نسميهم، يعني أكثر من شهر يلا يأتي له السر حتى يذهب إلى التحقيقات، قضاتنا قليلين. لذلك نطالب من الحكومة الاتحادية زيادة عدد القضاة، الاستعجال بعمليات إجراءات هذه التحقيقات لهذه الموقوفين. أيضا وزارة النفط، يعني لو نرى لو نرجع إلى السابق كان لدينا أزمة من البنزين، طالبنا الحكومة الاتحادية إعطاء حق نينوى ليس منا، كان حصة نينوى أكثر من 2,250,000 لتر قبل النزول، طالبنا حكومة الاتحادية بأن يكون حصتنا 2,000,000 لتر للمحافظة، كان يعطونا أكثر 1,300,000 و 1,500,000. طبعا كان عندنا نقص في المنتوج بعد مناشداتنا، بعد مطالبتنا بحق نينوى. اليوم أعتقد 1,800,000 إلى 1,750,000 لتر. اليوم نرى بأنه استقرار في المنتوجات النفطية في محافظة نينوى. هذه مشاكلنا مع بغداد، مشاكلنا أنا أعتقد لن تحل بهذه الطريقة. على النواب نينوى بأن يتجمعوا ويذهبوا إلى الوزارات لجلب حقوق نينوى. ما هي مطالبكم؟ طالبنا بس يوفرنا الغاز، يعطينا الحصص اللي يكفينا. أي مولدة يحصى إيش قد حصته مثلاً 20,000 15,000، يعطيه حصة كاملة ماله ونشغل إن شاء الله. وأي مشاكل ما عندنا، إحنا حصتنا وين مشاكلنا؟ مشاكلنا بالغاز. هسه 89,000 البرميل بالدولة، تطلع خارج الدولة ب 100 و 125، وما خوش غاز لا علاقة مع الدولة، ويجينا ونظيف ولا نوزل لا بام لا عطلات. والله نحن بس يجهزون منتجات نفطية، والأسعار نحن ما تهمنا يعني مال هذه منتجات النفطية تلعب دورة عندنا نحن. والله إنه حصة يزيدون الحصة خاصة الغاز. هل نجحت فكرة العدادات أم فشلت في محافظة نينوى في ظل استمرار انقطاع الكهرباء الوطنية في المدينة؟ أعتقد عمل العدادات تصب في مصلحة المواطن. والله فكرة العدادات فكرة ناجحة جدا، ونتمنى أنه تتفعل ويصير لها دور. في ظل انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الموصل، أعتقد بأنه وضع العدادات نجحت ولجنة عمل المولدات نجحت، شرط أن تراعي ظروف كل منطقة على حدة. في المنطقة الجانب الأيسر هناك بعض من العوائل متعففة وجيدة، ولكن في الجانب الأيمن عوائل فقيرة جدا، يجب مراعاة ذلك عند وضع التسعيرة لكل ساعة تشغيلة في لجنة المولدات. جميل. لديهم أتصور فكرة العدادات ناجحة، وأتصور لجنة المولدات وضعت حل بديل لموضوع العدادات، وهنالك تسعيرة أتصور خاصة لمن يريد أن يسحب، خاصة لمن 12 الوحدة أتصور هالشيء القرار، يعني أتصور أنه فهذه أتصور يعني منصفة قد تكون الناس اللي أصحاب المتعففين والتي لا يمكن دفع التسعيرة يمكن يأخذ هذه التسعيرة الخاصة اللي هي من 12 الوحدة. يعني هل نسبة الشكاوى ازدادت منذ توليكم للجنة؟ لا طبعا، أنا أول ما استلمت اللجنة يوميا من 150 إلى 200 شكوى تقريبا يوميا كانت. نعم. الآن الشكاوي يوميا ما تتجاوز 2-3 شكاوي على المولدات. جميل. وأنا عندي مسؤول شكاوي أيمن ومسؤول شكاوي أيسر، مسؤول شكاوي الأيسر رقم الموبايل ومستمر مفتوح دائما،
من 8 الصبح إلى الساعة 9 ليلا 077-30-3-6-0-7-8-9 ومسؤول شكاوي الأيمن 077-30-1-6-0-7-8-9. ما هي مطالبكم من لجنة المولدات كمواطنين؟ مطالبنا من اللجنة المولدات أيضا إحنا نريد يكون أيضا عدد الساعات اللي يشتغل تكون عدد ساعات نظامية، يكون العدادات تعمل بشكل نظامي، يكون لا يوجد هناك سرقة لحق المواطن. والله أخي إحنا لجنة المولدات أريد تفعل دورها بصورة صحيحة. والله صراحة لجنة المولدات عملت بجهد ونراها يعني أثرها على الواقع كلش واضح. نعم. لكن نأمل بها أن تتطور في العمل ومراقبة أصحاب المولدات أكثر فأكثر، خاصة أنه نسمع أن هناك بعض المولدات لا يلتزمون بهذا الأمر وهناك أصحاب المولدات يلتزمون بالأمر، وخاصة المولدات الصاحب الأيمن أو المولدات خارج المحافظة. فهي نأمل بمراقبة، أهم شيء المراقبة تكون لها أثر من قبل لجنة المولدات. هل الكهرباء تصلكم بالفولتية المطلوبة؟ هو هذه المشكلة الكبرى، هاي الطامة الكبرى، أن الفولتية اللي تصل إلى البيوت تكون دائما فولتية متدنية، فولتية واطية، مما يؤدي إلى حرق القسم من الأجهزة الكهربائية. نعم. والكهرباء يكون متذبذب، نسميها بالعامية تكون كهرباء تكون على شكل ترافيك. فنتمنى الفولتية تصل إلى البيوت بشكل صحيح وتكون فولتية مناسبة. إحنا ما نقول 220، خلي تصلنا 200 يابا. لا أبد ما تصل الكهرباء بالفولتية المطلوبة، يعني الكهرباء ترافيك لايت. هذا يأثر على الأجهزة أكيد. طبعا في الغالب نعم، ولكن في بعض الأحيان الفولتية تكون غير مستقرة، يعني يأثر مشاكل ويؤثر على الأجهزة المنزلية في الغالب. لا أتصور صراحة الفولتية، أتصور أنها متذبذبة في بعض المناطق، وخاصة في المنطقة التي أسكن فيها الفولتية متذبذبة، وأتصور أنها لا تصل بالفولتية الكاملة يعني من قبل صاحب المولد. فهذه تحتاج متابعة من قبل لجنة المولدات بشكل رئيسي يعني. هل هناك مقترح بخصوص المولدات وطريقة تشغيلها؟ والله المقترح اللي عندنا احنا دائما نكون نتمنى ايضا من الدوله ايضا يزودون اهل المولدات ايضا بالوقود ويزودوهم بالمواد الاستهلاكيه اللي هم يحتاجوها، ونتمنى انه عدد الساعات يكون ايضا عدد ساعات ما يلائم المواطن وما يلائم في ظل هذا الحر. والله اخي هو اهم شيء قلت لك الجدول، جدول المولده شغله امبيريتها تكون مضبوطه، تجهيزهم للغاز بصوره صحيحه، وهذا اللي نحن نطلبه حقيقة. حالياً تشغيل المولدات يعتبر تشغيل مثالي بدون استراحة وباستمرار، ولكن مع الأسف هناك بعض المولدات الفولتية مالتها تكون غير مستقرة مما يؤثر على الأجهزة المنزلية، وأيضاً هناك مشاكل في بعض التيار الكهربائي الوطني اللي قادم إلى المنازل، بحيث هذا التيار الكهربائي يكون غير مستقر في بعض الأحيان يسبب لنا مشاكل ايضا في الدور السكنيه. المقترح الرئيسي هو المتابعه، متابعه الفولتيه، متابعه العدادات بصوره جيده. نعم. وبصوره مركزه من قبل اللجنه بحد ذاتها، مو من قبل المختارين او من قبل ائمه الجوامع. ما هي رسالتكم التي تودون توجيهها إلى كل من المواطن ولجنة المولدات؟ والله مع المواطن قلت لك احنا أي مشكلة ما عندنا، بس لجنة المولدات يعني أرجو الأسواني الحديدي مدير لجنة المولدات خليه يلتزم معنا شوية بالتسعيرة زينة، تعرف احنا عندنا في عطلات وعندنا في ترية وعندنا صناعة وعندنا عدد كثيرة مولدات، بس هلأ هلأ بينا بالسعر، بس عداد الساعة العداد خليه يسويه ثابت، مثلا الساعة ب 45 ثابت 45 أهني وحظي، جاء وطني شغلت، ما جاء وطني ما شغل، بس ما ساعة من يعطي الوطني سواء 40 وثمانية بالعشرة، من ما أكو وطني سواء 45، يعني أكو اختلافات، ما عنده ساعة ثابتة. نعم. متغير يعني متغير. والله نناشد أهل المنتجات النفطية يزيدون حصصنا، وما عندنا شيء مع المواطن نحن، إذا زيدوا حصصنا نحن تشغيلنا إيش قد يطلع التسعيرة عادي، ما نهتم يعني للتسعيرة ماله. والله لجنة المولدات يعني
تزيد حصة الجاز حتى تسعيرة تصير أقل على المواطن. ما هي رسالتكم للجنة المولدات وأصحابها؟ نتمنى من لجنة المولدات وأصحابها أن يكونون على تواصل مستمر مع المولدات، وأن يكونوا هناك ساعات نظامية، وأن لا يكون هناك سرقة لعدد الساعات من قبل المواطن. وفي نفس الوقت أيضا نطالبهم بأن يزودون ويجهزون أهل المولدات بالشيء المطلوب حتى يكون العمل متواصل ومستمر. والله هي رسالتنا هي لجنة المولدات أنه يبذلون جهد أكثر ويتعاونون ويا المواطن في خدمة المصلحة العامة، وأهل المولدات خلي شوية همين يديرون بالهم على المواطن، لأنه أنتم تعرفون ظروف البلد وظروف والحالة المعيشية للناس، وهذا اللي كلنا نطلبه منكم. رسالتنا إلى لجنة المولدات أن تعمل بجد على مراعاة أصحاب العوائل في الجانب الأيمن، لأن عوائل فقيرة، ففي بعض الأحيان قد يكون سعر الساعة الواحدة يكون فوق طاقتهم، خاصة بأنه أغلبة البطالة كثيرة في الجانب الأيمن. وبنفس الوقت أيضا يراعون أصحاب المولدات بتوفيرهم النفط ما يعوض عنهم التسعيرة اللي يضعوها في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. صراحة أتمنى للجنة المولدات أن تكمل عملها وتطور عملها للأكثر، وأنا أتمنى لهم التوفيق في عملهم ومراقبة، وأن يكونون همهم الرئيسي المواطن ومصلحة المواطن هي الرقم واحد، وبعدها أصحاب المولدات أيضا لأنهم يعني أصحاب حقوق أيضا، يعني ما نقبل أن يكون صاحب حق على آخر. يعني بالنهاية ما هي رسالتكم للمواطنين ولأصحاب المولدات؟ المواطنين ينتظرون إن شاء الله على 25/10 وعلى العداد، ورح يتفاجئون من السعر إن شاء الله، لأن الجو تحسن والكهرباء راح تتحسن، والعداد هو منصف بين المواطن وصاحب المولدة، لأن أكو أشهر راح تجي أبو المولدة ما يشغل أو يشغل له 20-30 ساعة بالشهر، فإذا تكون مقطوعة فراح ينظلم المواطن. فالعداد هو منصف بين الطرفين، وراح يتفاجأ المواطن من سعر الأمبير في الأشهر المقبلة. بدلا من أن تطالبوا بغداد بإرسال مزيد من الأموال لإعمار نينوى، لماذا لا تشكلون لجنة في مجلس المحافظة وبقيادة المحافظة الجديد للبحث والاستقصاء عن الأموال التي سرقها العاقوب، وأنتم أفضل الجميع الذين يعرفون كم سرق العاقوب خلال السنوات التي بقي فيها؟ ماذا تقول؟ يعني الحقبة الماضية من الصعب تشكيل لجنة؟ يعني ليس من الصعب تشكيل أي لجنة، وهذا حق شرعي لمجلس المحافظة. أنا أعتقد الاتهامات جزافاً، أنا أعتقد هذا شيء يكون غير صحيح. نعم. من المفترض الذي ليس دفاعاً عن عقوب، نعم، أياً كانت من يكون هناك اتهام، سواء كان من مجلس المحافظة العقوب أو الأستاذ أثيل أو المحافظين السابق، يجب أن يكون لديهم ملفات كاملة بهذا الحقوق. وليس لديكم؟ كمجلس محافظة ليس لدينا. المحافظة قسم العقود وقسم الإدارة على المحافظ الجديد، على المحافظ الجديد هو في سدة الحكم في نينوى، عليه إظهار هذه الملفات وإعطاء مجلس المحافظة. تفضل يا مجلس المحافظة، اليوم هذه العقود كان لي في الحقبة السابقة، وهذه التجاوزات الذي صار في الحقبة السابقة، تفضل خلينا نعمل عليه. أكثر من 6 أشهر وسيد المحافظة لن يقدم لنا أي دليل بهذا الخصوص، وكمجلس المحافظة والمؤسسات الحكومية لا تعتمد على الإعلام وعلى الاتهامات جزافا بأنه فلان سرق وفلان كذا. نحن ننتظر من المحافظ الجديد بأن يقدم لنا أدلة، ونحن نكون عون للحق ونكون مع القانون ومع الدستور بأن نطبق في المحافظة، ونعيد كل الأموال على المحافظ الجديد أيضا، يكون أكثر شفافية، يكون أكثر نزاهة، يكون أكثر جدية في إعمار نينوى، في وصول نينوى إلى بر الأمان وإلى ما كانت عليه في العهد السابق.